علي عليه الصلاة والسلام في وصيته الأخيرة يقول: الله الله في القرآن، لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. شاهدي في تطبيق القرآن الذي نريد التكلم حوله والمقايسة بين اليهود الذين غضب الله عليهم الذين هم أخذوا بأحكام القرآن فتقدموا، وبين بعض المسلمين الذين تركوا القرآن فتأخروا. لاحظوا أكو 4 آيات في القرآن كان المسلمون يعملون بها وكان اليهود يتركونها. اليهود اليوم أخذوها، مو اغتصبوا فلسطين وحدها وإنما لهم سيطرة في كل العالم. المسلمون كثيرا منهم تركوها فتحطموا، ومنها العراق. أما الأحكام 4، المسلمون أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة، هذا نص القرآن. الآن المسلمون أمة؟ أبدا. الأمة المصرية والأمة الكويتية والأمة السورية والأمة الباكستانية والأمة العراقية والأمة المغربية والأمة الليبية، صرنا 50 أمة الآن نحن. أما اليهود صاروا أمة واحدة. هل هناك تجدون في اليهود حدود جغرافية بين بلادهم؟ نحن كان لا حدود جغرافية بين بلادنا، صنعنا الحدود الجغرافية، هم كان عندهم، هم أخذوا ما عندنا وتركوا علينا ما عندهم فتقدموا وتأخرنا. الشيء الثاني الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. الآن نحن إخوة، إحنا كنا في العراق، الإيراني يأتي يسمى أجنبي، الباكستاني يأتي يسمى أجنبي، المصري يأتي يسمى أجنبي، الخليجي يأتي يسمى أجنبي. معنى أن الأخوة الإسلامية راحت، بالعكس اليهود أخذوا الأخوة، الآن كلهم إخوة. هل تعلمون أن كل يهودي في العالم، في روسيا أو في أمريكا أو في إفريقيا أو في فلسطين أو في أي بلد، كلهم يعدون أنفسهم إخوة ويعاملون معاملة الإخوة. الشيء الثالث الحرية. الله في القرآن الحكيم يصف النبي في جملة أوصاف. هذا النبي ماذا عمله؟ هذا النبي يصنع إنسان. معمل الإناء ماذا يصنع؟ يصنع الإناء. معمل الأضوية الكهربائية ماذا يصنع؟ يصنع الأضوية الكهربائية. الإسلام النبي ماذا يصنع؟ الله يبين في القرآن، يقول: يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الحمل الثقيل اللي عليهم من القوانين الوضعية النبي يضعها. الآن يهود هالشكل، اليهود حريات اللي عندهم في فلسطين وفي كل العالم أكثر من الحريات الموجودة في العراق. حرية السفر، حرية الإقامة، حرية التجارة، حرية الزراعة، حرية الصناعة، حرية العمارة، حرية الكلام، حرية الكتابة، وألف حرية وحرية. الرابع في سورة البقرة الله يخاطب اليهود يقول: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. اليهودي في زمان الرسول كان يقتل بعضهم بعضا وكان يخرج بعضهم من البلد بعضا. الله يقول: اتوا بعملكم هذا تستحقون الخزي في الحياة الدنيا، قطع النظر عن الآخرة. الآن سمعتوا، اتوا كلكم تسمعون الإذاعات، تقرؤون الصحف، سمعتوا يهودي قتل يهودي، خلص. لكن سمعتوا صدام كم واحد قتل؟ مو صدام وحده، وإنما بلاد إسلامية على كابول كم يقتل بعضهم بعضا، وكلهم مسلمين، كلهم مجاهدين، كلهم قاموا ضد الروس. إشلون انطبقت الآية علينا؟ واليهود أخذوا بقوائمنا ونجوا. كان زيد فلوس فهو عزيز، ترك الفلوس في الشارع، أخذه عمرو. زيد يبقى عزيزا؟ وإنما يذل. وعمر الذي أخذ المال والذي يعز.